أهلا بكم من جديد. عقدت مؤسسة وجود للأمن الإنساني القمة النسوية الرابعة تحت شعار قوتنا نضالنا جهودنا، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت لتعزيز قوة الحركة النسوية وفعالية دورها في إطار نهج العمل التشاركي، والذي استمرت لمدة يومين بمشاركة واسعة من مختلف الانتماءات والأطياف والتنوع الجغرافي في محافظة عدن. تماما، لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه القمة تنضم إلينا عبر خدمة الزوم السيدة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومنسقة القمة النسوية، وستكون معنا إذن عبر الهاتف. صباح الخير عليك ست مها، يا مرحبا. مرحبا، أهلا أستاذ حمير. أهلا وسهلا فيكم. بداية، لو ممكن تعرفونا أكثر عن القمة النسوية، من هي هذه القمة وما أبرز ما تقوم به؟ القمة النسوية، أول بداية أنا أشكركم في الفعل لتسليط الضوء حول موضوع هذا الحدث الهام الذي يعنى بالنساء كافة، وخاصة ودورهن الفاعل في إطار قضايا الأمن، السلام والأمن، ومناقشة مجمل القضايا التي ترتبط بالشؤون السياسية والإنسانية والأمنية والعسكرية. القمة النسوية هي فعالية مدنية تضم ممثلات التكتلات والتشكيلات الناشئة والقائمة، وأيضا المنظمات النسوية، وكذلك الأخوات القائدات المبادرات المجتمعية ووسيطات السلام والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والحقوقية. طبعا التنوع ليس فقط جغرافيا، ولكن حتى تنوع الأجيال، تنوع المجالات، تنوع الفعاليات التي تقودها هؤلاء النسوة في حدث يجمعهن مع بعض لهدف رئيسي هو دعم الحركة النسوية الفاعلة والمؤثرة في قضايا السلام والأمن، وكذلك بالنسبة لدعم النساء لبعضهن البعض والتعلم من تجاربهن، وأيضا تبادل الخبرات ومناقشة القضايا والقضايا ذات الأولوية طبعا الذي على الساحة، وتقديم الاقتراحات وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، وأيضا رفع التوصيات الخاصة بنتائج الأعمال في إطار المناقشات المستفيضة، وكذلك مجموعات العمل. نعم سيدة مها، يعني ما الأهداف وأيضا الأفكار والقضايا التي تم مناقشتها خلال هذه القمة أبرزها؟ طبعا الهدف الرئيسي كما قلت هو دعم الحركة النسوية وفعالية تأثيرها في إطار السلام والأمن، وبالتأكيد هناك أهداف خاصة الدور الاستراتيجي، أو بالأصح دعم وتعزيز الدور الاستراتيجي للحركة النسوية وتفاعلاتها مع النشاطات وأيضا القضايا الإنسانية والقضايا السياسية والقضايا الوطنية. الأمر الآخر كذلك هو أن تكون هناك تعزيز من جهود التي تدفع دعم أجندة المرأة والسلام والأمن، ومن المهم كثير بناء علاقات الشراكة والتواصل الوطيدة بين المجموعات والمنظمات النسوية وكافة الشخصيات والمستويات التي تعمل من خلالها النساء بكل جهد لأجل السلام والأمن. نعم نعم ست مها، يعني كما يبدو أني كان عندكم حاضرة مواضيع ذات ثقل وقضايا ذات ثقل تحدثتم عنها في هذه القمة، حاب أعرف منك من هي الجهات أو التكتلات اللي كانت حاضرة، أيضا حابين نعرف من هم الحاضرين معكم في القمة. طبعا القمة النسوية الرابعة كان الحدث الأبرز، أنك هناك 200 مشاركة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية، و ذات أنشطة وفعاليات، يعني أو بالأصح هذه تمثل هؤلاء النساء من مختلف المنظمات والمجموعات النسوية والشبكات
والتحالفات التي تسعى بشكل أكبر في إطار جهودها من خلال مبادرات السلام المحلية، من خلال المنظمات التي تقودها، من خلال التفاعلات وعمليات المناصرة التي تسعى لأجل السلام والأمن. أيضا القضايا التي شكلت اهتمامات القمة أو برنامج عمل القمة النسوية الرابعة كان أولها وعلى رأسها طبعا تقييم مبعوثو الأمم المتحدة في جهود الوساطة ودورهن أيضا في إشراك النساء، وكان هذا ناتج تحليل لجمع آراء النساء والشباب الذي شاركنا في الديانات أو استقصاء الآراء. وأيضا التقييم الآلية الذي يعتمدها مكتب المبعوث، وهي الآلية الاستشارية النسوية أو النسائية. وبالتالي كان هناك فرصة بأنها أولا تخلق شكل من التعارف بين الآلية وممثلات هذه الآلية من حضرنا والنساء المشاركات. الأمر الآخر كان هناك تركيز على حصاد نتائج القمة النسوية منذ عام، وأبرزها التركيز على مساعي النساء من أجل السلام، واستعراض ما أنشطة المجموعة تحالف المجموعة 9+1 الذي أيضا يضم فيه مجموعات النسوية والشبابية ومن ضمنهم القمة النسوية. الأمر الآخر كان هناك عرض لمحاور ومناقشتها واقتراحات الإصلاحات مثل محور الاقتصادي، وكذلك محور صوت النساء في الناجعات في السلام، وملف الانتهاكات ضد النساء. وأبرز أو تم تسليط الضوء على الاعتقالات نموذجا. كان هناك نموذج للتفاوض الشامل وناتج عن بناء قدرات للأخوات في التفاوض وتطبيقه عمليا في القمة النسوية ضمن 200 نعم. طيب سيدة مها نعم، في إطار بحث القضايا الرئيسية. وكذلك كانت هناك فرصة لمناقشة نعم. مسودة أو مناقشة الأفكار لتطوير ودعم استراتيجية الحركة النسوية. نعم سيدة مها، يعني من أبرز القضايا التي طرحت هو دور المرأة في عملية بالتأكيد. السلام، ما هو هذا الدور الذي تقوم به؟ أيضا موضوع العدالة الانتقالية وآليتها. نعم، أيضا يعني عن عملية السلام والآن ودور المرأة فيها، ما هو دورها فعليا في ظل الأوضاع الراهنة؟ ما هو دور المرأة في إحلال السلام؟ وهل يعني للمرأة الآن فرص متاحة اليوم للمشاركة في هذه العملية؟ احنا ندرك تماما ان النساء هن اللاعبات الدور الرئيسي في إطار عملية السلام، وتبذل كل ما بوسعها بالفعل لكي تبرز هذا الدور الفاعل، اولا على مستوى المجتمع المحلي الذي تتنوع انشطتها وتقدم المبادرات المجتمعيه وتعمل من خلال برامج وسيطات السلام. هذه كلها هي جهود من يعني تؤسس لها من المجتمع المحلي انشطه النساء، ناهيك عن انه النساء كمان لهن من الدور الابرز في كل اللقاءات والمشاورات التي على مستوى سياسي او التي على المستوى الفعاليات الرسميه وغير الرسميه التي يتم تنفيذها من خلال الشراكه يعني مع المنظمات الدوليه، مكتب المبعوث نفسه، كذلك المنظمات الدوليه والاقليميه وكل الشركاء فيما بينهن البين ايضا. نعم. والامر الاخر انه مع انه اكيد وهذا شيء مستنكر ويجب ان يكون هناك تصحيح لهذا الوضع خاصه في اطار استبعاد واقصاء النساء من المشاركه كفاعل رئيسي، النساء هي من توجد لنا المساحه في تقديم الاقتراحات وتقديم الرؤى وتقديم ويتم مناقشتهم في كثير من القضايا التي تعنى
بعملية السلام وفي جهود الوساطة، ولكن لم تجد صحيح إلى الآن تلك الفرصة التي تستحقها أن تكون شريك فاعل في إطار عملية مفاوضات السلام. الله يعطيك العافية إذن أستاذة مها ست ما يعطيك ألف عافية. كذلك نتمنى لكم كل التوفيق في كل الفعاليات التي تقوموا بها، ومعكم مساحة لا بأس فيها في صباحكم أجمل، إحنا دائما معكم، أي فعاليات قادمة، أي مشاركات، أي اهتمامات للمرأة ودورها أيضا الفعال والكبير في إحلال السلام إلى جانب أخيها الرجل، ستكون حاضرة معنا في صباحكم أجمل. لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. ست مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني وأيضا منسقة القمة النسوية الرابعة، شكرا جزيلا لك ست مها. شكرا لك، يعطيك العافية.